مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من ملعب ميمون العرسي الذي يعيش احتفالية كبرى اليوم بمباراة شباب الريف الحسيمي حسنية أكادير، واحدة من أهم مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة من البطولة الوطنية. الاحتفاء بستين سنة من وجود النادي والوفاء ليس له حدود اليوم من طرف مناصري شباب الريف الحسيمي، وهم يواجهون اليوم حسنية أكادير في مباراة نتمنى أن ترقى لما هو منتظر من كل المتتبعين للدوري الاحترافي الوطني في موسم نتمنى ان يشكل الاستثناء صور جميله جدا اكيد بملعب المواجهه. نادي شباب الريف الحسيمي الذي يعتمد اليوم على يونسر ميري، سعيد الزيدي، فؤاد بلاح، مهدي عياش، علي الجعفري، العميد عمر ديوب، عبد الفتاح الفخوري، صلاح الدين الخليفي، اسماعيل باصور، عماد امغار، وتيتي ديزيري اينوسونت كتشكيل رسمي لشباب الريف الحسيمي. حسنية أكادير يعتمد على عبد العالي شجيع، عيد درهم، كريم، باتريك، وكول، أحمد إفاد، بوخريس، عبد الحميد، ديوموندي، حمد الفتحي، أحمد بيساط، ياسين المتوني، عادل، بالإضافة لعز الدين حيسى، فهيم عادل، وموكوكو سيدريك كتشكيل رسمي للمدرب السيد مصطفى مديح. الوفاء أكيد أنه يتجدد اليوم مرة أخرى بملعب ميمون العرسي بمدينة الحسيمة. أكيد أنه صور جميلة استحضار لتواريخ عدة من تاريخ هذا النادي العريق الذي يصل اليوم لسنته الستين في البطولة.